السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو بعد مرور 1050 فيديو على القناة. الفيديو بطبيعته سنتكلم فيه عن إحصائيات القناة من مشاهدات واشتراكات وكذلك الترافيك على القناة بصفة عامة. ندخل على منصة جوجل كروم ونذهب إلى تابلو بور للقناة. نشاهد عدد المشتركين ارتفع إلى 12128 مشترك إلى حد عمل هذا الفيديو. المشاهدات أكثر من 55000 مشاهدة في آخر 28 يوم بمدة 1100 ساعة أيضا، و أرباح تقدر بقرابة 13 أورو في آخر 28 يوم. نذهب إلى أناليتكس. كما نرى هنا نشاهد continue sur votre lancée, votre chaîne a enregistré 39% de vues en plus que d'habitude au cours de 28 jours derniers. نفهم من هذه العبارة أن المشاهدات على القناة ارتفعت بنسبة 40% في آخر 28 يوم. المشاهدات ارتفعت إلى 55000، ساعات المشاهدة ارتفعت إلى 1100 ساعة، والمشتركين قدر في آخر 100 في آخر 28 يوم بأكثر من 261 مشترك. أما الأرباح فهي 12.58 أورو وليس دينار. في آخر 48 ساعة قدرت المشاهدات بحوالي 3000 مشاهدة. حوالي 3000 مشاهدة. عندما نذكر الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 28 يوم تخرج لنا هذه القائمة بحوالي 30 فيديو الأكثر مشاهدة في آخر 28 يوم. طبعا الفيديوهات متنوعة، هناك من قمت بتحميله في جونفي 2020 في سنة 2019 وكذلك في 2021، أي الفيديوهات متنوعة على طول مسار القناة. نذهب إلى كوفرتير. كوفرتير المراد به هو مشاهدة الصفحة أو الصورة المصغرة لكل فيديوهات القناة، قدرت بقرابة نصف مليون مشاهدة. تودو كليكس، أي من نصف مليون مشاهدة تم المشاهدون الضغط على 10% فقط من هذه، وتعتبر 10% نسبة جيدة جدا. فالقنوات المشهورة والعالمية لا تجد هذه النسبة ترتفع أكثر من 6%، في قناتي هي قرابة 10.2%. نذهب إلى أوديونس. أوديونس أي الجمهور. الجمهور لنرى هنا هذا المنحنى بالأزرق هو الجمهور الذي ليس مشتركا في القناة أو لأول مرة يدخل إلى قناتنا. نشاهد أنه في مختلف الأيام المشاهدون الأوفياء هم قرابة 127، 160، 122، أي لا يرتفع إلى حد كبير، لكن المشاهدون الزوار جدد لقناتنا يقترب من 2000 مشاهد أو 1500 مشاهد كأدنى تقدير يوميا. أما من التوزع الجغرافي لمشاهدينا فنرى أنه 38% من المشاهدين جنسيتهم جزائرية، وبعدها يأتي الجمهور العراقي في المرتبة الثانية، وتليه السعودية، وبعدها المغرب، وآخر جمهور لدينا وليس آخرا أي الخامس جمهور لدينا في القناة هو الجمهور المصري. بالنسبة إلى جنس المشاهدين فنرى أن جنس الذكور يتفوق بأكثر من 3/4 على جنس الإناث ب 75.1%. أما الأعمار فقناتنا تشهد مختلف الشرائح العمرية من 0 سنة وحتى أكثر من 65 سنة. لنذهب إلى تحقيق الربح. دي ريفينيو نرى أنه ارتفع كثيرا مقارنة بآخر فيديو من هذا النوع الذي كان يقدر آنذاك ب 7 أورو فقط، الآن هي قرابة 13 أورو.
نذهب إلى الفيديوهات الأكثر جلبا للأموال، هي هذا الفيديو سكان المغرب الذين يكرهون انتماءهم للمملكة أو واحد في جيش، بعدها فيديو مادة البوليستير، وبعدها رتب الأمن العام السعودي، معركة الخفجي، وفيديو عن سامي يوسف. هنا نرى تطور الأرباح من في آخر 6 أشهر، أي من شهر نوفمبر 2020 وحتى هذا الشهر أبريل 2021. طبعا هي تتراوح 9 أورو، 9.25 أورو، 5 أورو، 7 أورو، 14 أورو، والآن نحن في 7 أيام من شهر أبريل هي تقدر ب 2.45 أورو. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى أن نلتقي في فيديو آخر بعد 150 فيديو من الآن. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.